عليكم. عليكم السلام. شلون الشباب؟ شلون عمي؟ هذا الرجل رائع جدا. سيادة الرئيس. هذا بطل. 24 ساعة دخلنا البارحة واقف منايم من البارحة اليوم. وين اهلك؟ بالمنصب. ايش قد صار لك تشتغل بامانة؟ 12 سنة تقريبا. 12 سنة؟ شو مخلص؟ مع التكنولوجيا. شو اختصاصك؟ كهرباء. موفق ان شاء الله. بس رائع جدا يعني. هذه هذه لو تنشن سواها الى هاي تنشن. حورها. هذه بالليل حورها بالكامل حتى تقدر تتناسب بالعمل. شو تخصصون ان شاء الله؟ ان شاء الله شغلة ساعة ساعتين تشتغلون ان شاء الله؟ ان شاء الله ان شا شاء الله. شدوا حيلكم. ما عندنا نقص ان شاء الله. ابطال. موفقين. شلون الصحة؟ طب ما تعبانين؟ لا الحمد لله وشكرا. اكيد؟ يعني من البارحة مستمرين بدون نوم ما بدون نوم. يلا يخلصون شغل راح يرتاحون ان شاء الله. الناس تدعيكم ان شاء الله. اما الناس معاناتها تقل تترككم بالخير ان شاء الله. من الجنود المجهولين. هذول الجنود المجهولين اللي شلون الشباب؟ شلون الصحة؟ ربما تعبانين؟ ما تعب اكيد؟ ان شاء الله ان شاء الله. لما تقدمون الخدمة الناس تدخلكم بالخير. شدوا حيلكم. هذا بلدنا عنده استحقاق علينا جميعا. خدمة الناس مهمة وطنية. وهذا ان شاء الله يسجل بشرف عملكم المهني. شو تخلصون ان شاء الله؟ ان شاء الله اليوم استاذ. اليوم كمل ان شاء الله. عمل متواصل. موفقين شباب. الله يبارك فيك. يلا شدوا حيلكم. ان شاء الله. خدمة الناس واجب وطني. نعم. هذا واجبنا كلنا نتعاون عليها، ظروف صعبة نعم صعبة. بس بوحدتنا بتحدياتنا نحولها قصة نجاح. شدوا حيلكم. نعم. هاي الخدمة لأهلكم، سكان الكاظمية. نعم. وخلي الآخرين يتحبزون لما يشوفوكم تشتغلون حتى الآخرين هم يشتغلون.